الأمم المتحدة تكرم عدد من الضباط ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة واللي شاركوا في تأمين مؤتمر المناخ تقديراً للدور المتميز لوزارة الداخلية المصرية. كمان تم منح شهادات تقدير ل 211 ضابط من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعة المؤتمرات. خلونا نشوف التقرير ونفخر بضباطنا في الداخلية المصرية ونروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. على مدار أكثر من أسبوعين كانت مدينة السلام شرم الشيخ محط أنظار العالم لاستضافتها قمة المناخ وتقديرا للدور المتميز لوزارة الداخلية في تأمين فعاليات المؤتمر قامت الأمم المتحدة بتكريم عدد من الضباط ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة الذين شاركوا في تأمين فعاليات المؤتمر كما تم منح شهادات تقدير ل 211 ضابطا من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعة المؤتمرات. وقد أشاد مسؤول الأمم المتحدة بقدرة واحترافية الأجهزة الأمنية على تأمين فعاليات المؤتمر والمظهر الانضباطي والحضاري الذي ظهرت عليه قوات التأمين وبخاصة عناصر الشرطة النسائية وبتيسير إجراءات دخول أكثر من 19,000 مشارك يومياً لقاعة المؤتمرات بالتنسيق مع أمن الأمم المتحدة وعدم حدوث ثمة مشكلات أو تداعيات خلال عمليات فحص ودخول المشاركين في ضوء الأعداد الكبيرة للمشاركين بالمؤتمر والتي تجاوزت 69,000 مشارك وهو رقم غير مسبوق لم تشهده مؤتمرات المناخ السابقة والذين شعروا بالأمان طوال فترة تواجدهم سواء داخل أو خارج المركز الدولي للمؤتمرات. كما أشاد مسؤول الأمم المتحدة بنجاح الأجهزة الأمنية في التعامل الفوري مع كافة بلاغات فقد المتعلقات الشخصية للمشاركين، الأمر الذي قوبل باستحسان كبير من قبل المبلغين. وثمن مسؤول الأمم المتحدة غالياً جهود الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات التظاهرية ضد الممارسات البيئية التي تضر بالأرض في الأماكن المخصصة لها والتي اتسمت بالاحترافية الكبيرة والمظهر الحضاري في التعامل معها. كما أشادوا بانتشار الخدمات الأمنية بكافة أرجاء المدينة مما وفر الأمن والأمان للزائرين مع وجود الارتكازات الأمنية ذات الشكل الحضاري المميز والذي يتناغم مع الصورة الحضارية للمدينة والاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات التأمين. تقدير وتكريم الأمم المتحدة للأجهزة الأمنية يؤكد نجاحها في توفير الحماية والتأمين لكافة المشاركين من رؤساء الدول والوفود والشخصيات الهامة خلال فترة تواجدهم بالمؤتمر سواء في مقرات إقامتهم أو تحركاتهم وكذا المناطق والمزارات السياحية حتى مغادرتهم المدينة.